صباح يا زينب. صباحك ليا، صباح الخير على جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كانوا عم يتابعونا. يوم حلقتنا خاصة صباحنا غير بمحافظة جميلة جدا، وأكيد من هالأرض الطيبة اللي أنتجت هذا الشعب الطيب أيضا رح تكون حلقتنا، ونتعرف على تفاصيل كتير ممتعة عبر حلقتنا. سعد صباحك مرة ثانية ليا. صباح يا زينب، ومثل ما قلتي حلقتنا كتير حلوة وفيها تفاصيل كتير حلوة، فيها عادات وتقاليد وفيها ناس سهروا بالضيافة وكرم الأخلاق. أكيد رح يشاركونا اليوم بصباحنا. نحن بمكان كتير حلو مثل ما أنا شايفين هيك مع بداية الربيع، الطقس كتير حلو يا زينب، خضار حوالينا غير شكل روعة. يعني فصل الربيع بكل فصوله، نحن قلنا برد بس لا طلع الجو حلو بشكل هون. خليكم معنا لتعرفوا نحن وين مع حلقة مميزة بصباحنا غير. يا الله يلي كل عين انت رجاه، يا مسير الكونين يا خير هادي هادي، يلي اذا ضاقت علينا طلبناه، عليكم يا والي الامور كل اعتمادي. ايه الدار عام عازيبي، ايه الدار عام عازيبي، يا اللي يعزوا لطالبي، يا اللي يعزوا لطالبي. ايه
العافية. يعطيكم العافية. أكيد تحياتنا لفرقة ثقافة درعا. شكرا لكم على هالرقصة الشعبية الجميلة. يعني ليا هي جزء صغير كتير من محافظة درعا اللي نحن اليوم موجودين فيها، وخاصة بمنطقة سياحية كتير مشهورة وجميلة ومعروفة فيها درعا، وهي شلالات تل شهاب. يعني اليوم كان حظنا حلو. قاعدين وحظنا حلو. ايه الشمس طالعة، نحن جايين بردانين، ولكن الجو غير شكل والحياة غير شكل. واليوم مبسوطين بوجود الناس الطيبة، الناس يلي رح يشاركونا بصباحنا لليوم يلي رح يكون مميز بفقراته الكتير. أكيد، ونحن رح نكون مع شرائح مختلفة ونماذج مختلفة من المحافظة لأهلها كتير معروفين بأطيبة والكرم. وأولى محطاتنا لليوم رح تكون مع ضيفة مميزة، مع فنون أيضا. رح نضل بالفنون، ولكن رح ننتقل لضيفتنا، ضيفة مميزة كتير. هي شابة قدرت، ضريرة قدرت انه هي تكفي علمها تكفي حياتها، هي قدرت انه تحصل على درجات عالية بالعلم والمعرفة. ايضا ضيفتنا بتمتلك صوت كتير حلو، يعني بينطرب الواحد وقت يسمعه. كنا عم نسمعك هلا تحت الهواء. اكيد اسمها طبعا ضيفتنا خديجة طباشة، هي موظفة بمديرية التربية درعا. اليوم هي مدربة لفاقدي البصر على استخدام طريقة برايل بالكتابة. شاركت بعدة فرق موسيقية ايضا، منها فرقة التسامح والعطاء بنادي كبار السن التابع لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية. كثير من دروب التحدي والنجاح طبعا كانت اليوم واجهت ضيفتنا طبعا لليوم. يسعد صباحك خديجة واهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي، اهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك برافقك. اكيد نرحب قبل شيء ليا بعازف العود اللي عم بيرافق خديجة، المحامي دالي. حنسمع منه انغام حلوه كمان. اكيد يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك سيد نزار. يعني كمان بدنا نقول اهلا وسهلا بعائشه، نورتونا. خديجه عفوا، نورتونا اليوم بصباحنا. رح نبلش صباحنا نسمع صوتك الحلو، نعزف ونسمع عزفك الرائع. يلا خلينا نسمع. شو رح تسمعونا؟ يعني تراث. يلا خلينا نسمع شي تراثي. مدري الطعن وين، مدري الطعن وين، الحادي يتوجه كيف، ويلي ويلي. بيت الشاعر يلدوني، بيت الشاعر يلدوني، وعوالتكو دلوني بالليل يا عيني بالليل. لا باكل ولا بشرب، لا باكل ولا بشرب، بس اطلع بعيوني بالليل يا عيني بالليل. شوقي يا بردنية، شوقي يا بردنية، عود النخل متدلي بالليل يا عيني بالليل. يومين تشوفك عيني، يومين تشوفك عيني، كل الهموم تولي بالليل يا عيني بالليل. بسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا. الله الله. وبسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا. الله الله. وعينك على جارتنا يا عيوني ولا عينك علينا. الله الله. وعينك على جارتنا يا
عيوني ولا عينك علينا الله الله ثلاث بنيات مروا حدو اللاني ما نجاني اللاني يا قلبي مدري وش بدو خل عيوني زعلاني خل عيوني زعلاني ميلي علي ميلي هاي هاي يما الزنار النيلي يا خدو تخانم قلبي نار ميلي علي ميلي هاي هاي يما الزنار النيلي يا فطم خانم قلبي نار يا ريتك لو تجي يا أمي واسمعك كل صدى همي يا ريتك لو تجي يا أمي واسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتريك انت من دمي وتريك انت من دمي زقفولة يعني موجودين أهالي درعا اليوم كلهم معنا هيك إذا بنشوفهم على الكاميرات يعني أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا فينا عندكم أكيد عم نرحب بكل الموجودين ليا خديجة رح نرجع لعندك ونسألك على التحصيل العلمي وخاصة أنه أنهيتي دراستك الجامعية بدمشق كمان فخبرينا عن هذا المجال خاصة الصعوبات اللي واجهتك كيف هيك كان عندك هي الإرادة لتتحدي كل شيء وتثبتي حالك حتى بالمجال التعليمي أنا تعلمت بمدرسة المكفوفين بدمشق من الأول للثانوية وبعدها انتقلت للجامعة ودرست لغة عربية تخرجت عام 2003 من قسم اللغة العربية كلية الآداب نعم وطبعا كان الأمر بمساعدة أهلي يعني أمي وأبي وزملائي يعني ما بتخلى من الصعوبات بس الواحد يعني لما بده يصمم بده يحصل على اللي بده اياه نعم خلينا نحكي عن خديجه وحضرتك نزار اهلا وسهلا فيك نزار يعني اليوم انتم عاملين ثنائي بتقربوا بعض او بالبروفات بالبروفات بتكونوا موجودين خلينا نحكي عن هي الحاله قديش حلوه يعني يمكن ظروف صعبه مرقت على درعا ولكن يمكن الفن استمر محبتكم لتراثكم استمر خلينا نحكي كيف تتدربوا كيف تضلوا عم تحافظوا على التراث هيك تعملوا ميدليات والله يعني بدي اخبرك يعني الحمد لله يعني ما انقطعنا بس يعني ممكن 4 ساعات ما روح البيت لانه في بيناتنا مسافه يعني تقريبا شيء 4 كيلو نعم اي من كان الجو ما هو ظابط يعني لما بدي اروح عن حاشك هناك مشكله صحيح اضل يعني منتبهين للسؤال مين بيختار الاغاني يا نزار والله هي بتختار لحالها يعني هني بعطيها الشغلات الطربيه كوني يعني للطرب ما انا بتحس شيء بيلبق لصوتها فممكن تقترح عليها اغاني معينه طبعا هني بعرف يعني خامة صوتها وهي رايحه تقريبا يعني صوتها عراقي عرفتي بس حاليا عم نكتر لها شوي مشان نجيبها يم الطرب شوي بتعرفي الطرب ما نستغني عنه نهائيا أكيد نعم أكيد. خديجة طب احكي لنا شوية أنت أي نوع من الأغاني أو التراث بتحبي تغنيه يعني أي شيء بتلاقي حالك فيه أنا بلاقي كل شيء باللون العراقي والتراث الحوراني العراقي الحزين بتغني ما هيك نعم. وطني كمان شغالة وعيد الأم شغالة يعني وطني نحن بنشتغل طبعا مناسبات وطنية أكيد بنشتغل يعني شو أكثر أغنية هيك بتحبيها تغنيها وطنية جنة جنة يلا خلينا مع انه قاعدين هلا بجنة ليا جنة 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 سوريا يا وطننا جنة 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 سوريا يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو قلب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو قلب الطيب وحتى نارك جنة حتى نارك جنة هو يا بلادي يا زينة
يا حنة ايدينا يا بلادي يا زينة، يا حنة ايدينا غالي ترابك غالي محروس بعينينا، غالي ترابك غالي محروس بعينينا، وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة. والحاضر عين النسر الساهر، بالماضي والحاضر عين النسر الساهر، عحدودك وجنودك وترابك الطاهر، عحدودك وجنودك وترابك الطاهر، كل شعبنا غنى، كل شعبنا غنى. يسلم هالصوت يا خديجة، واكيد نحن كثير انبسطنا اليوم انك انت كنت ضيفتنا وصوتك كثير حلو، ونحن اكيد ناطرين على امل لقاء ثاني مع حضرتك، وهيك ان شاء الله نشوفك محققة كل شيء بتطمحي له من علم ومن فن ايضا. ونزار شكرا كثير على هالعزف الحلو، حتى قبل ما نبلش هو عيشتونا اجواء كثير حلوه. انا بدي اتشكركم كثير، يعني بحب كمان اني قاطعتيني بسولافه خديجه هون. انا اول شيء عازف كمان، منش عازف عود، نعم انا اساس عازف كمان، نعم. واحنا بالخليه بالانسه خديجه تابعين لكنيسه درعا الروم الارثوذكسيه، طبعا استاذ رياض الشتاوي من زمان يعني عم يتابع علينا كثير، وهناك بنعمل بروفاتنا بالاسبوع مرتين، وخديجه شغاله معنا وطني أكيد وكل شيء. كل التحيه للفن وللمحافظه على هذا التراث، شكرا كثير لكم. زينب وين بدنا نروح هلا؟ هلا بدنا نروح نشوف العجينه، بس قبل بدي اتشكر وجودكم معنا، شكرا وجودكم معنا. روح نشوف شو صار بالعجينه والاكل الشعبي، اذا كان جاهز تكرم عينك، بس غير هيك ما رح اوعدك. يلا رح اعطيك خلينا معك بايدك. اكيد يلا اكيد ناطرين ننتقل لنشوف الخبز وشو محضرين اليوم. خلينا ما بعرف كيف الدمل درعا. هلا نحن عم نشوف طبعا الفرن الصاجي، رح ناخذ المايك مشان كمان نشوف شو عم تعملوا. فطاير مرحبا، يعطيك العافيه. يا هلا معك يا رب. شو عم تعملي فطاير؟ عم نعمل فطاير سبانخ. سبانخ؟ ايه. وين صرنا هلا بينه مرحله؟ هي الفطاير اللي على الصاج، هي اكله تراثيه درعاويه مشهوره فيها. حوران؟ ايه حوران. ايه كلها مشهوره فيها بالسبانخ والكشك. حلو، نعملها سوا ولحمه وبصل. طيب قد ايه بدها الخميره هيك والعجينه لتخمر تكون جاهزه للعجن مثل ما هلا بهي المرحله؟ يعني الحشوه هاي كلها بتاخذ وقت، ما عاد شيء 4 ساعات، 3 ساعات. والعجين كمان بياخذ وقت، بس العجين بيخمر بساعه، يعني العجين اسهل شغله بالعده الثانيه والخبز. تمام، طيب رح ننتقل كمان، خلينا نحكي عن الفرن الصاجي. مرحبا، يعطيك العافيه. يعني انا شفتك قبل شوي عم ترقصي وهلا عم تعجني، يعني متعدده المواهب خلينا نقول. احكي لنا عن هيك المراحل، العجينه اللي عم تعملوها الفطاير بسبانخ. مراحل العجينه مي وطحين وملح وخميره ومن خمر. قد ايه بتاخذ يمكن وقت على الصاج؟ ما في، يعني دقيقتين ثلاث بس. يعني نعم، طب خلينا نحكي شوي قد ايه بدها يمكن لتاخذ وقت كمان بس على الفرن؟ بس دقيقتين ثلاث بتكون جاهزة. بتكون جاهزة، نعم. يعني هيك بعد نحن تقريبا نص ساعة فينا ندوق ان شاء الله. اكيد مثل ما شفتوا مشاهدينا، يعني عم نتعرف على اكله تراثيه من حوران، وهي فطاير بالسبانغ، وهي الفطاير هي رح تكون جاهزه معنا خلال الحلقه لنتعرف عليها بشكل اكثر وندوقها كمان. هلا رح ارجع لعند ليا كمان، يعني عم نشوف انه نحن جايبين تفاصيل من محافظة درعا، هي المضافة المصغرة. هلأ كمان رح نزوركم، يعطيكم العافية، وأكيد فرقة ثقافة درعا اللي كانوا معنا ورح يضلوا معنا
طوال الحلقة. يلا زينب، لكن بدنا نرحب هلأ مع الدكتور ونحكي عن صمود المشفى الوطني بدرعا، نحكي عن هالصرح الطبي يلي تعرض لكثير من أعمال الإرهاب يلي حاولت النيل من معالم مكان بيمنح الشفاء والأمل. أكيد أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني أكيد المشفى الوطني بدرعا هو صرح طبي كمان كان على جبهات المواجهة والحرب بهذا المشفى، وأكيد معنا الدكتور بسام الحريري مدير مشفى درعا الوطني اللي كان فيه كتير قصص وحكاية شتوها كمان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير بلدنا العظيم، شعبنا الجبار، صباح الخير قائدنا الكبير. الحقيقة نحن اكتشفنا خلال فترة الحرب أن سوريا بلد دولة عظمى، ومشفى درعا الوطني صرح من صروح الصمود. مشفى درعا الوطني كانت قبل الحرب من المشافى الرائدة في القطر، احتلت المرتبة الأولى في موضوع الجودة، جودة أداء الخدمة الطبية، وهي معايير عالمية طبعا تضعها منظمة الصحة العالمية. جاءت الحرب فتأذت المشفى مثل ما تأذت معظم قطاعات القطر العربي السوري. المشفى خرجت عن الخدمة أكثر من مرة، ونهب المسلحون بعض من أجهزتها، ودمر أكثر من 60% منها، وكانت تبعد 160 متر 150 متر فقط عن حواجز المسلحين، ومع ذلك صمدت المشفى بكاديرها البسيط الضعيف، لأنه مع الأسف الشديد معظم الأطباء غادروا القطر وتركوا وطنهم في الوقت الذي هو بحاجة بأمس الحاجة لهم. نعم. مع العلم أن هذا الوطن هو الذي علمهم في وقت حاجتهم. نعم. سوريا بلد ما تزال تعلم مجانا وتطبب مجانا، طبابة مجانية والتعليم مجاني، حتى المناطق التي كانت خارج السيطرة أو بالأصح هي مناطق النزاع، بقيت الدولة تمول أو تدفع أجور المعلمين وأجور الأطباء وأجور الكادر الطبي حتى في تلك المناطق. نحن لم نرى في العالم أي دولة يحاربونها وتعلم أبنائها. نعم دكتور، نحن اليوم عم نعلن انتصارات أغلب المناطق بسوريا على يد أبطال الجيش العربي السوري. درعا تتعافى والمشفى أيضا عم يرجع يعيد ألقه من جديد. خلينا نحكي عن إعادة الترميم، إعادة إعمار المشفى، خاصة أن المشفى الوطني بدرعا هو قدم العديد من الشهداء، كل الرحمة لأرواحهم والجرحى أيضا، ولكن مثل ما ذكرت يمكن الصمود وإرادة الحياة بقيت مستمرة عند الكادر الطبي. خلينا نحكي عن المشفى بإعادة الأعمار. المشفى الواقع هي أسطورة من أساطير الصمود في القطاع العربي السوري، رغم أنه كنا خلال فترة الحرب 150 متر عن المسلحين وسقطت على المشفى قذائف عدة مرات، واستشهد عدد من العاملين في المشفى خلال الحرب، وأيام عديدة بقي الكادر لا يغادر المشفى على الإطلاق، ووصلتنا عدد هائل من الإصابات. تتصوري أنه في نصف ساعة وصلنا 42 طفل عندما سقطت قذائف الإرهاب على إحدى المدارس، عدد كبير من المصابين خلال فترة الحرب عسكريين ومدنيين، وهذا شرف لنا أن نكون نحن رديف لجيشنا العربي السوري. بدأنا نعيد ترميم المشفى قبل انتهاء الحرب، من عام 2016 بدأنا نرمم قسم الكلية الصناعية، كان قسم مدمر بالكامل. نعم. تم ترميمه خلال 2016-2017، استخرجنا أجهزة ثمينة من تحت الأنقاض، أجريت الصيانة اللازمة لها، وزودتنا وزارة الصحة بأجهزة كاملة. حاليا نحن نعمل في قسم الكلية الصناعية على 6 أجهزة على مدار 24 ساعة. قسم المخبر الرئيسي أيضا استخرجنا أجهزة من تحت الأنقاض، كان مدمرا بالكامل، تم ترميمه خلال 2017 رغم أنه كانت الحرب ما تزال مستمرة، واستخرجنا أحد أجهزة قيمته 60 مليون للسوريين من تحت الأنقاض، تم إجراء الصيانة له، والآن يعمل المخبر بطاقة عظمى، نستقبل يوميا ما يزيد عن 200 مريض. نعم. 200 حالة سريرية يوميا. كان يوميا يخدم المشفى قدر المستطاع، كان يخدم المشفى في الحد الأدنى من الخدمات، لأنه لا في كادر ولا في أجهزة ولا في شيء. نعم. تتصوري أنه عدد أسرة المشفى كان قبل الحرب يزيد عن 400 سرير، خلال فترة الحرب هبط إلى 40 سرير. نعم. غرف العمليات من 24 إلى 2. هلأ حاليا نحن نعمل على 141 سرير متوفر حاليا في المشفى بعد ترميم الأقسام المختلفة في المشفى، طبعا قسم منها نعمل على 5 غرف عمليات، نرمم بشكل متواصل ومستمر، نتلقى مساعدات من وزارة الصحة تدعمنا بالأجهزة بشكل دائم. نحن لا ينقصنا حاليا إلا الكادر الطبي فقط، وأنا من خلال شاشتكم أوجه نداء لأطبائنا اللي غادروا القطر في وقت محنته، هؤلاء اللي علمهم البلد، الآن الوطن في أمس الحاجة لهم.
مفروض هؤلاء يخدموا بلدهم في الوقت اللي بيكون هو بحاجتهم، مثل ما علمهم لما كانوا هن بحاجتهم. أكيد. طب دكتور، احكي لنا عن هيك مواقف صارت معكم ككادر طبي خلال فترة صعبة اللي مرقت على درعا، يمكن مواقف فرح، يمكن مواقف حزن داخل المشفى. كيف كان الصمود داخل المشفى؟ مواقف ما بتنمحها الذاكرة. ما في شك انه مواقف الصمود اللي كانت في المشفى والاحداث اللي تعرضنا لها بالمشفى، هي سقوط قذائف على المشفى واستشهاد عدد من موظفي المشفى خلال الدوام واثناء وجودنا داخل المشفى، كان يؤلمنا مشاهد الاصابات المدنيه والاطفال والعسكريين. يعني نحن عدد في بعض الايام كنا نستقبل اكثر من 100 مصاب باليوم الواحد. هذا شيء مؤلم جدا وشيء محزن، شيء محزن لانه انت ما عم تحاربي عدو خارجي، انت عم تحاربي عدو من بلدك، ابن الوطن. هذا مؤلم اكثر لما تكون الاعتداء من حدا قريب منك، بتحسي بالم اكثر. هي بس اشياء كانت مؤلمه جدا، بس فخر ان نحن استطعنا انه نصمد، استطعنا ان نكون رديف لجيشنا العربي السوري. اكيد صمود بنفتخر فيه، بنعتز فيه كثير، رغم انه هذا لا يساوي قطره دم واحده من ما يبذله جنودنا في سبيل الوطن. دكتور، يعني اكيد مثل ما عم نسمع ومثل ما دائما معروف عن سوريا وخاصه اهالي درعا، الصمود والتفوق بكافه المجالات. نحن اكيد بدنا نتمنى عوده الناس كلها الى درعا، وخاصه الاطباء الكفؤ، العوده الى مشفى درعا. كلمه اخيره بتحب توجهها؟ كلمه اخيره هي نداء لشعبنا العظيم أن يؤازرنا سواء كان داخل القطر أو خارجه، وأعيد توجيه النداء لكل من يستطيع أن يعود إلى عمله في المشفى الوطني أن يرجع. نحن هبط عدد أطباء عنا من 164 طبيب قبل الأزمة إلى 20 طبيب حاليا. نعم. ونحمل بهذا الكادر. نداءنا الأول والأخير لأطبائنا ولشعبنا العظيم أن يؤازرونا بقدر ما يستطيعون. نعم. شكرا لوجودك معنا دكتور، يعني وتحية كبيرة كمان لجنود المجهولين اللي كانوا ولا يوم ما توقفوا طبعا عن العمل والدوام بمشفى درعا الوطني. كل التحية لكم، وإن شاء الله دائما أعمال الترميم ليرجع المشفى مثل ما كانوا أحسن. شكرا لوجودك معنا دكتور. شكرا لك لحضورك. أكيد يعني نحن اليوم بحلقتنا الخاصة زينب عم نضوي بقدر المستطاع عن أهالي درعا بكافة الأصعدة والمجالات. خليني بس أقوم، يلا رح أقوم هذا المايك منيح، بس ليكو إذا بتاخذون الكاميرا للأولاد كيف عم يسبحوا بالبرد، عاملين مسبح هنيك. خلينا نروح عند رئيس الفرقة، أنت فرقة الدرع، تعال عندي لهون على الكاميرا. مرحبا. شكرا لك. خلينا نحكي عن فرقة درعا للتراث. يعني اول شيء بدنا نتشكركم على وجودكم اليوم، كثير مبسوطين بهالصباح معكم. وخلينا نحكي عن الفرقة. لا شكر على واجب، اهلا وسهلا بكم حافظ درعا. شكرا للتلفزيون العربي السوري، اهلا وسهلا بكم ربع حوران. حوران الكرامه، حوران الشهامه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فرقة درعا الفن الشعبي طبعا اليوم مشاركه بروبرتاج مع نعم تقدم بعض اللوحات، والاخباريه السوريه مبسوطه بوجودها معكم. الحين واحنا مبسوطين اكيد. بتقدم بعض الروبرتاجات عن اللوحات السوريه. خلينا نحكي عن الصمود. يعني درعا تعرضت اكيد للارهاب، ولكن اليوم انتم موجودين عم تحيوا التراث، بعدكم محافظين على هذا التراث. اكيد هذا تراث الاباء والاجداد، ما غنى عنه. يعني حتى الولد الصغير عندنا بخلق من بطن امه عقول مثل حوراني، بيطلع يدبك ويرقص لحاله. خلينا نسمع شيء. يلا تكرمي. هسه عندنا فقره الجوفيه. هات السيف. كيف علمنا كيف ترقصوا هيك؟ هو الرقص على العدات. على العدات. يلا علمنا كيف يا استاذ موسى. يلا استاذ موسى اذا سمحت. الجوفيه. يلا فقره الجوفيه. يلا علمنا كيف. بس اعطينا الخطوات اول. يلا ثلاثة أربعة. هذه الأعداد عندك الحاشي، هاي رقصة الجوفية. ايه؟ الحاشي ثمان عدات. يلا صفقة، هاي رقصة الحاشي. في عندنا الدبكة الفلاحية، عندنا دبكة
عرض خاص بالفرقة التشبيكة الفلاحية، ثلاث خطوات إلى الأمام خطوة إلى الوراء. يعني والشباب قديش صار لهم بالفرقة؟ عرفنا هيك عنهم. والله هي تأسست الفرقة عام 96 مرضت شوي فترة سنتية ثلاثة، سرعان ما تعافى فرقة دار الفن الشعبية. طبعا هلا لكل واحد له دور ولا الكل بيرقصوا نفس الرقصات؟ لا لا، لك في عندنا احنا ناس للهجيني، ناس للقصيد، ناس للأغاني، عندنا مطربين أورقات، عندنا ضابط إيقاع، عندنا راقصين. يلا خلينا نشوف. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا We'll be right back.
عيني عن فرقة الثقافة للفنون الشعبية. فرقة الثقافة للفنون الشعبية بمحافظة درعا. يا ربي يا جاي
شكرا كثير يا شباب، شكرا لكم. شكرا، يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير. اكيد فرقه درعا للفنون الشعبيه يعني اليوم ولعتها ليا. نحن رح نسمع منكم بعدين بس شوي. يلا خلينا نرجع للفرقه الشعبيه. يلا بدو عم براح وبس زرع البيدر كل رجال شكرا لوجودكم معنا. وصلنا هلا ليا كمان لمحطه ابداعيه لكن بمجال الرياضه بهالمدينه. في كثير من التميز مثل ما قلنا بمجال الرياضه وخصيصا المصارعه. سجلت عائله الكراد اسمها بسجل الابطال بحروف من ذهب من خلال النتائج اللي حققوها محليا وعالميا ايضا، وقوفا على منصات التتويج يمثلوا الوطن خير تمثيل. انجبت العائله 9 ابطال بلعبه المصارعه الحره والرومانيه، وطبعا هالشيء اخذوه عن والدهم وعمهم بحب هالرياضه القاسيه اللي عم تحتاج لدعم مادي ومعنوي بان واحد. اليوم ضيفنا هو بطل ذهبي وهو ابن مدينه درعا اسمه رجا الاكراد. هو بطل الجمهوريه عام 1997 وحتى اليوم حصل على عدد من المراكز الأولى على المستوى العربي، له 7 مراكز على المستوى المتوسطي وله 5 جوائز على مستوى آسيا وأيضا له 6 مراكز على المستوى الدولي، 6 مراكز وأخيرا وليس آخرا المركز الأول والميدالية الذهبية لدورة البحر الأبيض المتوسط بعام 2015. أهلا وسهلا فيك اليوم بهي الحلقة الخاصة والمميزة لأهالي درعا وبدرعا. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم طبعا، نهاركم سعيد.
انا برحب فيكم من منطقتي بمحافظة درعا، منطقة حوران، اليوم من هالطبيعة الخلابة طبعا، منطقة تل الشهاب، شلالات تل الشهاب، برحب فيكم كلكم، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك، يعني ما شاء الله 9 اولاد كلكم ابطال. احكي لنا عن هي المصارعة الحرة، كيف اخذتوها عن ابوكم وعمكم، كيف امتهنتوها وحققتوا مراكز وتوجتوا ايضا رفعتوا محليا وايضا مثل ما قلنا عالميا، وحتى بفتره الحرب والازمه اللي كانت بسوريا. طبعا انا بدي ابدا كلامي بالرحمه للشهداء والشفاء العاجل للجرحى من مدنيين وعسكريين، بتمنى لبلدي سوريا ترجع مثل الاول وافضل ان شاء الله. نحن ورثنا لعبه المصارعه عن البطل الدولي محمد اكراد، هو بصير عمي طبعا، ورثنا اللعبه عنه، هو اللي دربنا من صغر طبعا واسسنا، وكان فضل كبير لوالدي اللي كانت الامكانيات الماديه عن طريقه طبعا، انه الدعم المادي للعبه عن طريقه. انا كان عمري طبعا شيء 9 سنين طبعا، مواليد من عام 1994 بدات لعبه المصارعه، كنت ببداياتي طبعا، بعدين انتقلنا شوي شوي لعده مراحل يعني ناشئين وشباب ورجال. الحمد لله كنا نحن 9 اخوه، يعني دائما المنافسه بين بعضنا نحن، حتى لو وصلت لمرحله كثير قويه للعبه، يعني انه كنا نحن نساعد بعض بهاللعبه حتى نوصل لمستوى يكون عند حسن ظن الشعب السوري انه فينا دائما نحن نرفع علم الوطن. والحمد لله نحن قدرنا نحقق نتائج كثير منيحه، كان انا ولاخوتي طبعا بلعبة المصارعة، كان عربيا أو آسيويا أو متوسطيا. طبعا أنا أنت ذكرتي هلأ أنه آخر ميدالية كانت عام 2015 بدورة المتوسط بإيطاليا، أنا عانيت وقتها بالسفرة لهنيك، نحن كان هي طبعا إيطاليا أوروبية، بعدم حصولنا على الفيزا طبعا، أنا بشكر رئيس اتحاد الرياض العام اللي هو موفق جمعة اللي كان يواكبنا دائما، نحن كان أنه علينا حظر نحن أنه ممنوع نشارك أو ممنوع نأخذ الفيزا لحتى نطلع على إيطاليا. فلما نحن وصلنا لهنيك وكانت عدة فرق عربية متواجدة، هي 3 قارات، آسيا أفريقيا أوروبا. طبعا هلا مشاهد مع بعض على الشاشة من مشاركاتكم. طبعا لما كنا هنيك نحن وصلنا، في أحد الأشخاص زملائي المصريين عم بيقول لي إنه أنتوا جايين سياحة كسوريين على البطولة، هاي بطولة قوية يعني، شو بدكم تساووا فيها أنتوا؟ فأنا رديت عليه هنيك قلت له نحن لا بالعكس جايين ناخذ الصدارة، مو جاي للسياحة. وفعلا الله سبحانه وتعالى وفقني وقتها وأنا حصلت على المركز الأول وعزف العزف النشيد السوري في نص إيطاليا بمدينة بسكارة. حلو. وهن طلعوا برا، فنحن الحمد لله دائما مواكبين حبنا لبلدنا سوريا. نعم. يعني سوريا معروفة تاريخيا من قدم الدول وقدم العاصمات، العاصمة السورية دمشق أكثر من 7000 عام. فنحن هذا الشيء نحن حاولنا نحافظ على اسم سوريا. اليوم الرياضي مو بس هو رياضي انه يطلع يمثل نفسه، اليوم هو احد السفراء لبلده. نعم. هو سفير، لازم بس لبلده احسن تمثيل، والحمد لله نحن قدرنا نوصل لهالشيء. وانا برجع بقول لك انه انت ذكرتي انه نحن بعام 2015 كانت اخر بطوله، لا انا بعام 2017 شاركت بالدوره الاسيويه في تركمانستان، حصلت على الميداليه البرونزيه رغم انه كنت عم بعاني من مرض. طبعا انا حصل معي مرض ربو بعام 2004 وعانيت كثير من الموضوع، لكن اصراري وحبي لبلدي انه وصل دائما نعزف النشيد وارفع علم الوطن هو اللي خلاني موجود. يعني في عام 2018 العام الماضي حصلت على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم العسكري في روسيا، هون كنت انا وقفت عن التدريب، وهلا مكرمه من السيد اللواء وقيادتنا نحن عينوني عضو اتحاد سوري للمصارعه. نعم. يعني رجاء نحن اليوم كثير مبسوطين انه عم نتعرف على بطل مثل حضرتك من عائله، بدنا نوجه لهم اكيد تحيه لكل افراد العائله. خلينا نحكي عن الرياضه اكثر، قديش هيك بدها ليونه، قديش بدها متابعه، وخلينا نحكي كيف هيك مثلا اكيد بتعلم جيل جديد هلا اذا في اولاد بالعائله او هي بتعلمهم، شو هي اول شيء اللي الخطوط الاولى يلي بتدرسهم اياها او بتعلمهم اياها؟ هلا انا هون هلا استلمت منتخب درعا للمصارعه. حلو. عم درب عندي 4 فئات، ناشئين واشبال وشباب ورجال، ونحن الحمد لله من المحافظات المنافسه دائما نحن ونادي الجيش اللي هو ناديني انا بفتخر فيه طبعا، بشكر رئيس نادي الجيش اللي هو ياسر شاهين اللي على دعمه الي طبعا. نحن من المنافسين، صرنا من الاوائل، يعني درعا عم تطلع اول ثاني بالترتيب العام بالمحافظات باكثر من 10 ميداليات او 12 ميداليه دائما بكل بطوله. فاحنا الشيء الاول اللي بنعلمه للاعبين عندنا هو حب وطنهم، لانه انت اليوم كرياضي انت بدك تكون سفير لبلدك. اللي بده يكون سفير لبلده بيتعلم الحب، كيف يحب بلده، اسم بلده، كيف يرفع اسم بلده وعلم بلده. فنحن من الخطوات الاولى هي طبعا اللاعب، نحن ننتقل لاعبين، مو اي لاعب بيكون
جاهز انه يكون مصارع طبعا. اللاعبين احنا منتقيهم للخامه تبعه لجسمه. نعم. فمنبلش فيه نحن من القواعد، يعني المصارع بده يكون دائما تبدا فيه من القواعد، ما بصير تبدا فيه من عمر كبير. نعم. بده يكون صغير. نعم بده يكون صغير تقريبا، يعني من 8 سنين واكبر شوي. اما بعمر الكبير ما بيمشي حاله حتى يتعلم الاسس تبع اللعبه من صغر. فاحنا نبلش فيهم من هدول القواعد بتدريبه لحالهم، تدريب خاص لحالهم، حتى نعلمهم كيف لعبه المصارعه، كيف نقوي لهم اجسامهم، كيف يكون عندهم روح رياضيه عاليه كمان، حتى يتحملوا عبء لعبه المصارعه بالايام اللي بعدها. وفريق الشباب له برنامج لحاله، الرجال له برنامج لحاله، فكل فئه لها شيء يعني. نعم. ارتبطت اسم هاللعبة بعائلتكم، يعني ما شاء الله 9 شباب كلهم يمتهنوا المصارعة، فشو خصوصية هاللعبة بالنسبة لكم صارت يعني، خاصة انه مرتبطة فيكم؟ هلا عائلة اكرار طبعا بالمحافظة هون عندها عدة العاب، هي بتلعب كاراتيه ويد ومصارعة، لكن يعني عائلتنا نحن بيتنا حصرا اختصينا بلعبة المصارعة فقط لا غير. نعم. احنا ورثناها عن عمي اللي هو كان ابننا طبعا بطل دورة المتوسط 87 باللادية. نعم. ورثناها عنه نحن، عرفت كيف؟ فبلشنا عاد هو يدربنا وصار حب اللعبة بدمنا يعني مثل ما بقولوا. نعم. لحتى وصلنا لمرحلة انه العيلة كلها صارت تلعب مصارعة. نعم. 7 اشقائي واثنين اولاد عمي صاروا يلعبوا مصارعة، كلهم متوجين عربيا واسيون. بس هلا المرحلة اللي اجت فيها الحرب كانت مرحلة صعبة جدا، مو اي انسان صمد فيها، وكثير سافرت كوادر، وكثير استشهد كوادر من الرياض السوريه، كوادر كثير استشهدت وكانوا موجودين مع الجيش العربي السوري، وانا احد الاشخاص اللي كنت موجود مع الجيش العربي السوري بعام 2017 بالفيلق الخامس. ولكن قدرت تابع، قلت لكم انا بحبي لوطني وانه الاستمراريه، انه شفت ما ضل كوادر بالبلد فلازم يكون حدا موجود حتى يعمل بصمه لبلده سوريا. نعم. يعني رجاء اليوم خلينا هيك نحكي من بعد تجربه الحرب يلي مرقت على درعا وعلى اهالي درعا، اليوم الصمود والاراده الموجود، وحضرتكم من العائلات المعروفه بحبها للرياضه وبحصولها على الميداليات الذهبيه على جميع الاصعده مو بس بسوريا، خلينا نحكي عن هاي الاراده والصمود وهيك ونوصلها بكلمات لكل الناس يلي عم تشوف سوريا وعم تشوف اهالي درعا اليوم معنا. طبعا هو هذا اللي خلانا نحن اليوم نصل لهالمرحله هاي، هو انتصارات الجيش العربي السوري طبعا وصمود سياده القائد السيد الرئيس بشار الاسد. نحن اليوم يعني جلستنا هاي ضحت ناس كثير، حتى جلسنا نحن هون بحوران، وانا مبسوط كثير يعني اليوم اللي عم شوف انه كل الفلكلور الشعبي موجود بدرعا، انا اول مره بلتقي فيهم، عرفت كيف؟ والتصميم هو بيجي من يعني من دافع الانسان من داخله، يعني هو التصميم بيجي من دافع الانسان مع الاستمراريه بالعمل تبعه. نعم. نعم نعم. شكرا لوجودك معنا، ومن الأولى كل التوفيق لكم كشباب، وإن شاء الله بتضلوا تحققوا مراكز مهمة وترفعوا اسم سوريا بلعبة المصارعة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم وشكرا للإخباري السوري ولجميع الكوادر اللي دائما بتواكب كل الأحداث. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. إن شاء الله دائما بنشوفكم بالمراكز الأولى وحاصلين على أهم الميداليات ورافعين اسم سوريا عالي. شكرا كثير لك. أما هلا رح نضل ضمن أجواء مدينة درعا، ولكن رح نروح لمعلم أثري ديني مميز بمدينة درعا، رح نروح ونتابع ضمن هالتقرير الجامع العمري. بين الأعمدة الأثرية وتحت هذه الأقواس معلم ديني يعد الأقدم في البنى الحضارية في العالم العربي والإسلامي، جامع العمري الذي تنقل بين أزمان مختلفة، فمن دير بيزنطي في الفترات الميلادية الأولى إلى جامع أثري يستقطب جميع الأديان. يعتبر من التحف الأثرية الموجودة والتي لا زالت قائمة بشكله الحالي والطبيعي، حيث يتألف الجامع العمري من رواقين، رواق جنوبي ورواق شمالي، يقوم على 5 قناطر أو أقواس حجرية تحمل الربذان والميازين. إرثون دينيون معشق بحضارة سوريا التي تركت جماليتها على المقتنيات الهندسية بين التيجان وسواكف ضخمة متقنة النحت، والتي كانت بوصلة المعنيين لإعادة ترميمها والحفاظ على معالمها،
قامت دائرة آثار درعا بتنسيق مع المديرية العامة للآثار والمتاحف بعملية الترميم، حيث تم تقوية الأساسات الأعمدة وترميم السقف، والوضع الرواقين بحالة إنشائية جيدة. أثناء فترة التنقيب بجامع العمري عن طريق البعثة الوطنية التي كانت عام 2006، تم العثور على دينار ذهبي يعود للفترة الإسلامية، فترة حكم المعتصم بالله، وتم توثيق الدينار الذهبي وهو موجود في المتحف الوطني في مديرية آثار درعا. في قلب مدينة إزرع يتوسط الجامع العمري عدداً من الكنائس والبيوت الأثرية، ما يمنحه ألقاً خاصاً بين صور تاريخية مختلفة. المسجد العمري في مدينة إزرع يتوسط المسافة بين كنيسة مار إلياس وكنيسة مار جرجس، وفي هذا لطائف من رب العالمين وإشارة إلهية إلى عمق التاريخ، إلى عمق العلاقة ومتانتها بين أبناء المجتمع السوري الواحد على اختلاف انتماءاتهم، على اختلاف شرائعهم، على اختلاف مذاهبهم. ركن أثري لا يزال محتفظاً بمعالمه الروحية والحضارية بين ثنايا حوران، ليبقى معلماً يهب الأمل والسلام لزواره. هلا ليا صارت الساعة 10 ورح ننتقل لغرفة الأخبار مع زملائنا للاطلاع على آخر المستجدات اللي حصلت على الساحة السياسية العربية والعالمية. يسعد صباحكم زملاء، والآن موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات نارية مكثفة ضد مجموعات إرهابية حاولت التسلل من محور السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغابري في حماة. كما دمرت وحدات من الجيش أوكارا لإرهابي جبهة النصرة وقضت على عدد منهم في الدوير الشرقي وخان السبل ومعر شمارين وكفر زيتا بريف إدلب. فيما دمرت وحدات الجيش بضربات صاروخية تجمعا وآليات لإرهابي جبهة النصرة في قرية التحبري في الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب. أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب ضرورة استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية من أجل عودة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى وطنهم. وشدد الغريب خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على أنه سيعمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي يدا بيد لتسهيل هذه العودة. من جهته أعرب غراندي عن رغبة المفوضية في مواصلة وتكثيف التعاون مع الحكومة السورية بشأن عودة المهاجرين السوريين إلى وطنهم. استشهدت امرأة ورجل أمن وأصيب عشرة آخرون في حصيلة جديدة لضحايا التفجير الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق. خلية الإعلام الأمني قالت إن التفجير الإرهابي الذي حصل مقابل أحد المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر في الموصل كان بواسطة سيارة مفخخة. استشهد ثلاثة يمنيين وأصيب تسعة آخرون من أسرة واحدة جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدف منزلا في منطقة مغربة بمحافظة حجة. وفي إطار الرد اليمني على جرائم العدوان قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان بعد تدمير آلية عسكرية مدرعة كانوا على متنها في تعز، فيما أسقطت وحدات الدفاع الجوي طائرة استطلاع لقوى العدوان في جيزان. في خبرنا الأخير أعلن البيت الأبيض استقالة مدير الإعلام لديه بيل شاين، وذلك بعيد إعلان مسؤول أمريكي بارز عزم وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون الاستقالة من منصبها. المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن مدير الإعلام في البيت الأبيض سلم استقالته للرئيس دونالد ترامب معتبرة أن بيل لا يزال يدعم الرئيس ترامب وبرنامجه وسيكون مستشارا
في حملة 2020 لإعادة انتخاب الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. نهاية الموجز، نعود إلى الزملاء في استوديو صباحنا غير. الكم أكيد متابعينا بباقي فقراتنا بصباحنا غير بهالحلقة الخاصة من محافظة الدرعة. أكيد مميزة. أكيد. لكن متابعين، وصلنا لفقرة عن الإبداع بهالأرض خلق مع الأبجدية الأولى، وانتشر على كامل الجغرافيا السورية ليعطي أجيال من المبدعين بكافة المجالات قدروا يخلقوا الأمل من المستحيل وليبقى قمح حوران عبر الزمن. هو الأول على العالم. رح نتعرف على حكاية من سوريا الأم، سوريا الأرض، وقصة اختراع النظام الهوائي لنقل الدقيق دقيق القمح طبعا، مع المهندس الدكتور المخترع أحمد العوض. أهلا وسهلا فيك. وأيضا الأستاذ المهندس حميدي خليل مدير المطاحن بدرعا. أهلا وسهلا فيكم أساتذة، ويعطيكم العافية، وصباحنا اليوم مميز بدرعا. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. ويعني مو غريب على أهل درعا هالاختراعات لتسيير حياة المواطن السوري. أستاذ أحمد، خلينا نحكي عن النظام الهوائي لنقل القمح. أهلا وسهلا فيكم في درعا ونهاركم سعيد. نظام النقل الهوائي لنقل دقيق القمح، بداية لمعت الفكرة في ذهني، طرحت هذه الفكرة على الأستاذ المهندس حميد الخليل مدير المطاحن ومدير شركة المطاحن المهندس مهند شاهين. رحبوا بالفكرة نتيجة النقص الحاد بعدد العاملين نتيجة التسرب في ظل ظروف الحرب لثماني سنوات. لمعت في ذهني هذه الفكرة لاختراع جهاز دقيق لنقل جهاز هوائي لنقل دقيق القمح، فقمت بتصميم هذا الجهاز. أخذ فترة طويلة مني حتى تم تصميم هذا الجهاز، ومن ثم تم تنفيذ هذا الاختراع لأول مرة في مطحنة اليرموك بدرعا بمساندة المهندس حميد الخليل والشركة العامة للمطاحن، وتقديمهم الدعم المادي والمعنوي لي أيضا والسيد وزير التجارة الداخلية أيضا. تم تعميم هذا الاختراع على مطاحن القطر العربي السوري. حلو. من قبل السيد الوزير، وتم تنفيذ هذا الاختراع في مطاحن فرع دمشق. كما حصلت في السنة الماضية في مركز الباسل للإبداع والاختراع على المركز الأول والجائزة الأولى. خلينا نحكي كمان عن الشهادات اللي يمكن جايبها معك. خلينا هي من معرض الباسل للاختراع. حصلت على المركز الأول والجائزة الأولى. شهادة تقدير أيضا من معرض الباسل. يلا رح نشيلها هيك. هي أيضا شهادة تقدير. شهادة تقدير من معرض الباسل. حصلت على براءة اختراع. خلينا نورجيها للكاميرا كمان. براءة اختراع. هي براءة الاختراع. براءة اختراع صادرة عن السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنظام النقل الهوائي لنقل مادة دقيق القمح. أكيد ما أنه غريب على السوريين الإبداع، وأيضا يعني خاصة بظروف الصعبة منلاقي اي يعني مخرج لحتى نحن نامن حالنا. خلينا ننتقل لعند المهندس حميدي. يعني تحت الهواء كان عم يخبرني 8 سنين المطاحن درعا على خطوط النار بجانب ابطال الجيش العربي السوري بمعارك ضد الارهاب، قدمتوا العديد من الشهداء بمطاحن درعا وايضا من الجرحى، ولكن استمريتوا بالعطاء. وخلينا نحكي عن مطاحن درعا. اهلا وسهلا فيكم بدرعا. اهلا وسهلا بكم وصباح الخير، صباح سوريا الابيه، صباح درعا الصامده بشعبها وناسها الطيبين. حقيقه مطحنه اليرموك هي المطحنه الوحيده في محافظه درعا، كانت تقع على خط التماس مع طيله فتره الحرب الظالمه على قطرنا الحبيب، لكن بفضل عمالنا وبفضل الروح المعنويه لدى الجميع استمرينا في الامل. أنسلية أضرار كبيرة حصلت خلال 8 سنوات،
خط إنتاج كامل بطاقة طحنية 110 طن فقدناه. حافظنا على الخط الأول بإقامة جدار إسمنتي، خسرنا المولدات. العنابر الأقماح انخفضت القدرة الاستيعابية من 10,000 طن أقماح إلى 1,000 طن. نحن هلأ هنا بحوض حوران، بحوض اليرموك، بنرحب فيكم. إذا بتنتبهوا هي عبارة عن طواحين درعة كل عمرها خزان الأقماح للإمبراطورية الرومانية. خلينا كلها طواحين. طواحين قديمة حجرية كانت يقوم بطحن الأقماح فيها عن طريق المياه. المياه كانت طاقة المياه تتمدد بالأنابيب ولا ما بتبقى سوى هذه المطاحن. كان طبعا الرحالة شموخر هو يلي ذكر هالشيء بكتابه عبر الأردن عن وجود 35 طاحونة بالمنطقة هي اللي نحن هلأ فيها. نعم. وضل من طواحين حتى كان لهم تسميات الطاحونة المعلقة والتلية وفوق التلياريت. بعد إذن المخرج يأخذ لقطات فيهم. أكيد الأستاذ ميلاد. نعم. هلأ والمصورين رح يفرزون ياهم. لا هدول مطاحن مطاحن حجرية أثرية. قديمة أثرية. بس الهدف لكن... إنه درعة كانت هي الخزان الأقماح من 100 عام من أيام الإمبراطورية الرومانية. لمح الدرعاوي غير شكل. نعم. نعم. نعم كلها أبو قاسية. الشغلة اللي بدي ألفت إلى يلي خلانا نصمد شغلة أساسية، الضمير والأخلاق بالعامل، المساندة الكبيرة من سيادة محافظ درعا مشكور على متابعته طيلة أيام الأزمة مع القيادة السياسية والحزبية بالمحافظة. نعم. دائما كانوا معنا. الشركة العامة للمطاحن مشكورة كانت تتابعنا كل لحظة بلحظة. نتذكر مرة إجت قذيفة بعد 10 دقائق سيادة الوزير بيتصل بيطمن على سلامة العمال. نعم. هذا الشيء اللي خلانا نستمر. والشيء الأهم من هيك إنه المواطن لازم يعني كانت التعليمات واضحة نحن نستمر بالعمل. يكفينا فخر إنه بجانب الجيش العربي السوري غير التعليمات هي يمكن انتماء وواجب على كل طبعاً. عامل إنه هو بده ينتج هذا القمح يحافظ على قمح بلاده وصارت قضية وجود يمكن زينب. لحنا عدد العمال حاليا هناك نقص 119 شاغل. 60 عامل يقومون بتشغيل مطحنة. نعم. بالأمس كان الطحن 100 طن. كل الشكر للشركة العامة للمطاحن. نبعث لهم كمان تحية معكم. هن جنود مجهولين يمكن. الله يسلمك. يلي عم ترفض درعا بالكميات الإضافية. طبعا مطحنة واحدة غير كافية للإنتاج. يتم ما تزيد دقيق من محافظة. أستاذ حميدي نحن رح نتابع معك ولكن خلينا نرجع شوية للأستاذ أحمد. يعني حضرتك عندك أبحاث عديدة مسجلة في أوروبا أيضا. نعم. غير البحث اللي حكينا عنه. خلينا هيك نعطي صورة على السريع عن الاختراعات والبحوثات اللي قدمتها. عندي أبحاث أو بحوث علمية كثيرة حول اختصاصي بالوقود الحيوي أو البيوفيول. نعم. هو الاستفادة من زيت الجوجوبا لتصنيع الوقود الحيوي البيوفيول. لكن هذا البحث استمريت فيه 6 سنوات تقريبا ونشرت بحوث عديدة في مجلات عالمية بريطانية وأمريكية. وممكن تعميم هذه التجربة وتعميم هذا البحث في سوريا للاستفادة من الأراضي الزراعية، الأراضي المتصحرة والأراضي الشبه الجافة والسفوح الجبلية. يمكن زراعة هذه الشجرة والاستفادة من زيوتها، كون زيوتها تتمتع بتركيب كيميائي يشبه التركيب الكيميائي لزيت الحوت، فهي من وجهة نظر ترموديناميكية سهلة الاحتراق في محركات الاحتراق الداخلي. لهذا الزيت استخدامات عديدة منها الاستخدامات الهندسية والطبية ومجالات التجميل والأعمال الصيدلانية وما شابه. هذا البحث هو استمريت فيه بحدود 6 سنوات. نعم. هذا البحث العلمي اللي قدمته. كمان في الانفجارات الغبارية يمكن اختراع آخر. كان الانفجارات الغبارية هذه فيزا من بريطانيا، فيزا من بريطانيا للسفر إلى بريطانيا في عام 2014، لكني لم أغادر ولن أغادر. أكيد يعني هذا الإصرار والعطاء من بالأبحاث إلى سوريا وخاصة يمكن بمجالك. خلينا نحكي عن الانفجارات الغبارية المدمرة. شو هالاختراع هذا؟ الانفجارات الغبارية
خلينا بس بليز نرجع مشان الهواء. الانفجارات الغبارية تحدث في مطاحن الحبوب بشكل عام ومعامل السكر ومعامل الأدوية. هذا بال 2018 ومعامل في السنة الماضية نعم. ومعامل الفوسفات وغيرها في الكثير من المنشآت الصناعية التي تتعامل مع المادة العضوية كمادة خام. يحدث أن يتم تفاعل هذه الأنواع الغبار كغبار الدقيق على سبيل المثال مع الأكسجين بوجود مصدر اشتعال يولد حريق، والحريق يتحول إلى انفجار إذا كان هذا الحيز مغلق. قمنا بالتنسيق مع الأستاذ مدير المطحنة المهندس حميدي والسيد المدير العام بإجراء عدة تجارب عملية وعلمية في المطحنة، تهدف هذه التجارب نشر العلم والمعرفة ليتعرف العاملون على أسباب الانفجارات الغبارية وما تسببه من كوارث مادية وبشرية مهولة يصعب تخيلها في كثير من الأحيان. وقد وافق السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف على إقامة ورشة عمل بالوزارة على مستوى سوريا تضم المطاحن والصوامع والحبوب. أعتقد أنها قريبة جدا سيتم عرض هذه المحاضرة في صالة الوزارة. تهدف هذه المحاضرة إلى معرفة أسباب الانفجارات الغبارية وطرائق الوقاية منها، وتهدف في الدرجة الأساسية إلى نشر العلم والمعرفة لهذه القطاعات واعتبار هذه المنشآت من المنشآت الخطرة كالمطاحن والصوامع لأنها تحدث فيها انفجارات غبارية مدمرة تكاد لا تصدق. نعم نعم. يعني كمان أستاذ حميدي خلينا نحكي شوي عن جو المعمل أو المعامل للمطاحن. خلينا نحكي عن المطاحن بشكل عام اللي تعرضت مثل ما قلنا لإرهاب وكانت جبهة ثانية فيها جنود مجهولين. حكي لنا عن المواقف اللي مريتوا فيها، عن الصعوبات اللي مريتوا فيها، عن الحلول البديلة. شو المواقف اللي ما بتنمحها من ذاكرتكم واليوم ممكن ترجعوا تحكوها لأولادكم للأجيال القادمة كمواقف عن الصمود بالمطاحن؟ أستاذ زينب بكل ثقة أتكلم. لا الموقع الذي نعمل به لنا الفخر أن عملنا به. كل الفخر لكل جندي عربي سوري وفرنا هالقعدة المليحة، وفرنا العمل بمطاحننا ومعاملنا، وهذا كله حصل بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد. لولا قيادته ولولا حكته ما كنا وصلنا لهالنقطة وما كنا التقينا بهاللمة الحلوة. نعم صح. لحنا نعم. اليوم محافظة درعا تضاعف العمل فيها. خبز المواطن، تعليمات السيد الوزير وتعليمات الشركة العامة للمطاحن، خبز المواطن خط أحمر، يتم إنتاج الدقيق وفق المواصفة، لا يوجد هناك عذر. الآن نحن مطحنة اليرموك بدرعا ننتج الدقيق وفق المواصفات المطلوبة سابقا وحاليا. قبل عمليات التحرير أنسلية كان المحافظة تستهلك 85 طن، حاليا المحافظة 240 طن استهلاك يومي. هذا يتطلب عمل، يتطلب جهد، يتطلب متابعة. نعم. هون خلينا نحكي يعني بالتزامن مع انتصارات أبطال الجيش العربي السوري في تطهير سوريا من رجس الإرهاب وبالتزامن مع انطلاق أبحاث سورية بتخص المطاحن. اليوم إعادة الإعمار، إعادة العمل للمطاحن، الازدهار يلي عم نشوفه بالإنتاجية، هيك خلينا ننقل هيدا التفاؤل للناس. نحن بسنة 2018 استقبلت بمطحنة اليرموك 16000 طن قمح، بينما بال 2017 9000 طن. المبيعات كانت الضعف، وهذا يعني نحن من داخل كل عامل، انا بنقول راي كل عامل، شعور كثير كثير يعني رائع لما بكون الانسان عم يشتغل وعم بيعطي بلده. وقلت لك وهذا كله بفضل شغله وحيده، الاخلاق والروح العاليه. أكيد يلي أكيد تعلموها من هالبلد. اكيد شكرا لوجودكم معنا، يعني انبسطنا بوجود مخترع يعني عم تتسجل اختراعاته عالميا، ولكن هو ابى الخروج من سوريا، وايضا مدير مطاحن عنده جو هالعيله وهالدعم المعنوي خلينا نقول لكل اختراع وكل ابداع جديد. شكرا لوجودكم معنا، وتحيه للكادر العمال الموجود بكل المطاحن والمعامل. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم وشرفتونا. وهلا زينب وين بدك تروحي؟ اكيد رح نروح اكيد، والمايك ان شاء الله ما يوقع على الهواء. شكرا لوجودكم معنا. رح نروح على المضافه يا ليا. خلينا نروح على المضافه ونتعرف شوي
على هالمضافة المصغرة. مرحبا، بيقولوا يا حي الله يا حي الله، يعني في أحلى من هلا؟ من قال؟ رح أقعد هون أنا، ها؟ رح نقعد القعدة العربية. تفضل اشرب قهوة. هاي القهوة إيه؟ ساخنة كتير، كتير سخنة القهوة. أول شيء نحكي عن هاي المضافة المصغرة، نحكي عن تفاصيلها وشو بيميزها للمضافة الحورانية. المضافة المصغرة هي يعني عزبة بيقولوا لها. نعم. أقل من المضافة، المضافة هي دار تراثية قديمة. فيها القهوة المرة وفيها الضيف بقعد 3 أيام ما بسألوا المضيف. 3 أيام بيقعد. 3 أيام حق الضيافة 3 أيام. حلو. بعد 3 أيام بقولوا يا ضيف شو غرضك؟ أنا قدر يلبيه بيلبي له إياه وبشرب القهوة وبأخذ واجبه وبتقلط، وإذا قدر المضيف الغرض يوفي له بالغرض اللي جاي هو مشانه بكون ما في مانع، يعني بروح حامد شاكر. يعني عم نشوف فيها تفاصيل كثير. القهوة المرة بدنا نحكي عنها اكيد معلق، وندق الهيل وندق القهوة وكل شيء، يعني بدي اجرب القهوة المرة. من العادات التراثية، وبتعرفي التراث هو جزء من حياة الشعوب. تماما، التراث هو جزء من حياة الشعوب، حتى التاريخ، التاريخ هو جزء من التراث، تراث عام وشامل، كل شيء، حياة الشعوب، لباسها، مرضها، أفراحها، أتراحها، أغانيها، أغاني المواسم، كل هالشغلات تاي. والقهوة المرة هي جزء من حياتنا بحوران، لأننا مناطق ريفية ومناطق ضيافة يعني وكرم، ضيافة وسهل حوران. بتعرفي قرب لعندي شوي حتى نقدر هيك ناخدكم. سهل حوران هو سهل الخير اكيد. عم يصير هلا الفحم، عم يصير الفحم من المنقل. اكيد عم نحكي عن يمكن القهوه وعاداتها. اهلا وسهلا فيك، يعني مشان هيك نكون قراب عليكم اكثر. القهوه كنا عم نحكي عنها للقهوه، وضيفتني قهوه. اول ما بيجي الضيف على المضافه الصغيره فورا بتضيفوه قهوه. مشروب الضيف بحوران وعند العرب يعني اجمعين، القهوه مشروب الضيف مثل ما تفضل عم ابو. اذا بتريدي اني شاعر نبطي ولي قصيده اكيد بدنا نسمعها، لكن كنت عم بعمل هيك جوله على التفاصيل قبل ما نحكي. نعم، في قصيده عن القهوه؟ ايه لكن يلا خلينا نسمع. إلي بقول قم عذي الفنجان للكيف واسيه، قم عذي الفنجان للكيف واسيه، وجها سموح وللمساير يرتاح، وديوان عامر للمشورات باني، واهل النميمه ما لهم بيه مرواح. دن القلم يا ابوي وحسن قوافيه، دن القلم يا ابوي وحسن قوافيه، وهات المعاني الشجيات وصحاح، وشري لنا من البن غالي مشاري، بنت اليمن شفها يشبه الراح، بنت اليمن القهوه. حلو كثير، حلو كثير. اللي يطر منك منابي يقلط عليها قبل ان الضو ينباح، بدلال صفر مصحيات غوالي ورقابها انتقل الغرانيق والضاح. الله، يعني اعطتنا هيك شعر نبطي عن القهوة وتفاصيلها. كيف نعملها؟ خلينا نحكي بالشعر كيف نعمل. دني لها المحماس وساع الحوافيه، ودني لها كفوف صخيات وسماح، واشعل لها المحطاب جمر الغضابي، وحمس عليها بهون والقلب مرتاح. الله. واحرص عليها من بياض انتباديه، اياك من جورة الحمس لا تغثها براح. البن فكاك النشب سنة وسادي، لا صار بين الفريقين كونات وصياح. فنجان القهوة هو بيفك النشب، بيفك المشاكل بين الناس، مشان لا اجت الجاهة ما بيشرب القهوة إلا حتى يتم الرضا بين الناس ببعض البعض. إذا كان وقع الخلاف بين عشيرتين، بين جماعتين، بين أخوة، بين جماعة إلى آخره، يعني إلى دور صلح كمان. إلى دور صلح. حلو، هلا شو عم تعمل؟ عم بحمس القهوة. عم تحمس القهوة، هي أول مرحلة يمكن بتحمسوا القهوة، بعدين بعد ما تحمسوها بتحمسها بنحطها بالمبرد. بتحطوها؟ بالمبرد مثل هاي أنا حمسها قبل. هاي المبرد. نعم. تمام. لا يبرد تبرد القهوة. نعم. بنحطها بالجرن. وبصير عاد ندق بها. ندق فيها، أنا جاي على بالي جرب ندق فيها حتى
حتى تطحنوها ما هيك. بعد هاي اسمها القهوة الحورانية. سألتيني عن المضافة الحورانية وعن المجالس بحوران، يعني هلا عم شوف سلال. راح أقول لك بيتين هالشعر النبطيات. بقول يا ما حلا جمع الرفاقة بديوان، يا ما حلا جمع الرفاقة بديوان، وبليلة للصبح يطول سهرها بمنزل. المنزل المضافة يعني بمنزل يرتاح بها كل تعبان، حلو النبى بخطوة المعزب غمرها. بمجلس ما يضم مفسد وفتان، ولا يضم هزل كلمة وما قهرها، ولا يضم غير الجال طلقين الإيمان، الغلمة اللي ما تمل معشرها، ذباحة للضيف حلا من الظان، أهل الصحون اللي تدانت سفرها، هذول ربعي كلها مع الحوران، حوران دلت بن وحنا بهرها. الله، يعني عم تعطي هيك لمحة جميلة جدا عن محافظة درعا وحوران. عم شوف تفاصيل حلوة، هي سلال القش. وعم شوف هاي شو اسمها؟ هاي شو اسمها؟ منقلة، كانوا قبل الختايرة يتداوروا يعني يلعبوا بيها، ما كان يعني. هاي لعبة، لعبة قديمة تراثية. اي تراثية. حلو كثير. نعم، نعم. حلو. يعني خلينا نحكي كمان عن، قلت لي عندك ثلاث دواوين؟ اي ثلاث دواوين شعر مطبوعات. نعم. اي قبس من التراث، وحب وسفر، وروائح للنبط. وعندي اثنين نقيد الطبع، وعندي كتاب تاريخي تراثي اسمه ممالك وقبائل. ببحث بالممالك اللي كانت بالجاهلية أصحاب الحضارة. أصحاب سد مأرب. حلو. الغساسنة أول مملكة، المملكة الثانية مملكة المناذرة بالحيرة، المملكة الثالثة مملكة كندا اللي منها الشاعر امرئ القيس. حلو كتير. أي. يعني أكيد انبسطنا كتير بهي المضافة، يمكن أخذنا شوي لمحة عنا عن القهوة وعن الشعر النبطي المشهورة في حوران. كل ما حدا إجا لعندكم بتقولوا له هيك شعر بتضيفوا قهوة؟ لكان القهوة على طول دايرة. يعني بندعي كل يمكن العالم اللي ما زاروا لسه حوران، خلينا كمان هيك ندعيهم يجوا ويزوروا هاي المضافة الحورانية. أكيد يعطيكم ألف عافية، وأكيد لنا رجع أكثر. تفضل. قصيدتين خصوصي للشلال بعجبنك، يعني شغلة حلوة كثير. يلا بنسمع شوي قصيدة عن الشلال وبعدين بدنا نرجع على ضيوفنا ونرجع لعندكم. المادة حلوة كثير. تفضل. هون وأني يعني خصوصي إلى الشلال، وهون بطلع عن حلوات كثير، وبظن المخرج بيكون مبسوط. يلا تفضل. يلا تفضل. أي. اقعدي معلش، اقعدي على الوسائل هون. يلا مو مشكلة. شكرا. صور ها؟ دقيقة بس نفتح له تعطي. 1941. خلينا نبلش بالشعر. قصيدة بعنوان من سهل حوران. من سهل حوران، من شاطئ اليرموك من أحلى مكان. من سهل حوران، من شاطئ اليرموك من أحلى مكان، من نبع صافي، من نبع وادي الزمان، من الفل، من الدحنون، من شذا عطر المكان. من نبع وادي الزمان، من الفل، من الدحنون، من شذا عطر المكان. من سهل كله خير، من سهل كله خير، من سهل تراب وذهب وسنابل أحلى من التبر. من سهل حوران، من سهل أخضر، من شذا عطر السنابل. نعم. من ريحة الليمون والرمان، من دقة المهباش وعطر القهاوي وريحة البن والهيل. من ريحة الليمون والرمان، من دقة المهباش وعطر القهاوي وريحة البن والهيل. ودلة تسكب على الفنجان، من سهل كله أمل، نبعث تحية ود من القلب للشام. نبعث تحية ود من القلب للشام، تحية ود معطرة بنيسان. يا سهل كلك خير، يا سهل كلك خير. الله يسلمها تمة يا عم. أحلى من الذهب قمحك. شكرا لوجودك معنا وعلى هالشعر الجميل. أكيد رح نرجع لعندكم ونحكي أكثر عن المضافة مع زميلتي ليا، بس قبل خلوني شوف شو أخبار الفطاير، إنه إذا جهزوا أو لا. لكن عم نشوف الفطاير هلأ على النار. يعني جهزت الفطاير؟ جهزت الفطاير؟ جهزت. إيه هلا وسهلا. نحن بنندوق هلأ بعد شوي. ما يلا رح نروح نرجع لعند
طبعا اكيد اكيد زينب، نحن رح نرجع على المضافه ورح نروح ندوق الفطاير الدرعاويه او الحورانيه، ولكن خلينا هلا ننتقل يعني هيك كل شوي هاي كل شوي عم نضوي على تفصيل او على اشخاص هن اثبتوا حالهم بجداره وخاصه بدرعا ضمن حلقتنا المميزه اليوم. وهلا رح ننتقل لخشبه المسرح ونتعرف على وتيره الحركه المسرحيه بدرعا مع الاستاذ الفنان فراس المقبل. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. اهلا وسهلا ويسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. يعني خشبه المسرح بدرعا، المسرح بدرعا، خلينا نحكي عن وضعه وظروفه. نعم. حكي لنا عنه شوي. اولا اهلا وسهلا فيكم في محافظه درعا. نعم. هلا ظروف المسرح بدرعا والله شوي يعني شوي صعبه، يعني فيها صعوبه من ناحيه الكادر الفني، مكان عمل البروفات، هو العمل المسرحي يعني عمل طويل ومضني، بس نحن يعني والحمد لله نحن ما توقفنا لا قبل الاحداث ولا ما بعد الاحداث عن الاعمال المسرحيه، ودائما نحن يعني عم نمشي بوتيره انه ما نوقف عن العمل المسرحي بمحافظه درعا، والحمد لله يعني ما حدا يعني في اشخاص يعني الحمد لله ما بيقصروا من جهه المسرح. نعم حلو. خلينا فراس نحكي مع بعض عن اهم يمكن المسرحيات او اهم النشاطات يلي عم تشهدها خشبه المسرح بدرعا. نعم. هلا والله بصراحه نحن قبل الازمه اللي صارت عنا بسوريا يعني بالوطن كله نحن على يعني فرقه كنا نشتغل مثلا للشبيبه، نشارك بمهرجان الشبيبه، نشارك بمهرجان الثقافه، نشارك بمهرجان العمال. هلا يعني اخر مهرجان شاركنا فيه على مستوى سوريا اللي هو مهرجان الشبيبه صار بدرعا. نعم. وانا كنت مخرج العمل واخذت افضل عمل على مستوى سوريا. كمان نفس الشيء بالنسبه لمهرجان العمال كان يصير بدمشق بمهرجان العمال المركزي. كمان نحن كنا نشارك من درعا والحمد لله كنا نحصد جوائز. هلا هو يعني من قله الامكانيات ومن قله يعني الظروف الصعبه فكنا الحمد لله نطلع بالشيء لمحافظه درعا. حلو كثير. طب هلا بتحس انه خشبه المسرح بدرعا عم تحاول توصل الرساله الصحيحه عبر الفن؟ طبعا. هلا نحن بجهود السيد مدير الثقافه والمركز الثقافي بدرعا اطلقنا ورشه عمل مسرحي. هلا نحن اعلنا عنها بالمدارس الابتدائيه والاعداديه وعن طريق الفيس فاجانا تقريبا شيء 40 شب وبنت بالاضافه لاطفال. هلا بلشنا بهاي الورشه نحن على امل انه يصير يعني نخلق جيل مسرحي يتذوق المسرح من جديد، وخصوصا يعني بمحافظه درعا نرفد المحافظه بوجوه جديده يعني يدعموا المسرح بدرعا. نعم. نعم اكيد في تدريبات بتقوموا فيها للممثلين المستجدين او اي حدا عنده موهبه، كيف بترعوها؟ كيف يمكن بتعطوها خطوط اوليه لحتى هي تباشر بالعمل؟ ومثل ما بنعرف نحن خشبه المسرح او العمل المسرحي هو كثير صعب لانه طبعاً. لايف هو بيكون صحيح. يعني هلا احنا بنجيب الشباب والاطفال يعني اول شيء يعني بنسمع منهم قصيده مثلا، بنسمع النطق يعني مخارج الحروف، بنعلمهم انه يعني المسرح هو لازم دائما يكون متوازن. هلا في شيء اسمه توازن بالمسرح، بنعطيهم مثلا دروس استرخاء، بنعطيهم شيء مشان ننمي الموهبه. طبعا هو المسرح اكيد بنبني الموهبه وكمان بيقوي الشخصيه، فكل هاي يعني الدروس هاي يعني ماشيين فيها ان شاء الله بورشه العمل المسرحيه. وانا يعني هلا انتهيت من عمل مسرحي اسمه الخروج من الجنه. نعم. قريبا عرضه ان شاء الله هو بمديريه الثقافه، بس انا اتمنى يعني اتمنى هو امنيه انه المسؤولين يعني يهتموا شوي بالمسرح بدرعا، يعني مثلا على مستوى المسرح القومي يعني بكل المحافظات في مسرح قومي الا. نعم. بدرعا ما في. نعم. المسرح القومي بيكون يعني اشمل للعمل أكيد المسرحي اكيد مع عمليات اعاده الاعمار بالتزامن مع انتصارات ابطال الجيش العربي السوري باذن الله كل المؤسسات وكل المراكز رح ترجع تحيا من جديد وتندعم اكثر واكثر. نحن بدنا كثير نتشكرك. شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق لكم ان شاء الله. شكرا. ليا رح ترجع يلا رح اروح انا على المضافه عند السيدات. مرحبا يعطيكم العافيه.
كيف كون؟ ما بدك تحطي لي هاي العراسيك؟ يلا. يلا حطي لي اياها. شو هاي اسمها؟ عرجة. نعم؟ عرجة عرجة. عرجة؟ يلا حطي لي اياها. يسلموا. احكي لي شو هاي؟ شو بتدل هاي يعني؟ على شو بتدل؟ احكي لي. هاي جبل يا اختي. سكيل. جاهز جهاز. نعم. يا هيك عروس انا هلا. حلوه زبطه. كل مره بالبيت عندها عرجة. نعم. تلبسها يا عروس. تحط هاي القضابه في دامر وتلبسها. الله على هالقهوة الطيبة. الله الله. يعني اليوم بالمضافة قاعدين والطبل شغال والقهوة العربية أكيد شغالة. خلينا نحكي شو عم تعملي؟ مين بده يحكي بيبي هي؟ الصوفية. احكي لي عن الصوفية وعلميني كيف بيشتغلوا فيها. يلا. أول شيء صوف غنم. نعم. بناخده بنغسله من الغنم وبننكته وبعدين بنجيبه وبنصير نغزل فيه. هاي العملية. نعم. بس نخلص غزل بنحضر تباكيل الصوف. اوكي. شو بصير هاد؟ بصير بسط ووسايد وسجاد كانوا يعملوا ملابس منسوجات لكل لبس. لبس ايه. وفينا فينا نصبغه كمان. ايه. وهيك كانوا يعملوا لبس ومد وكل شيء كان. نعم. خلينا نشتغل شوي. يوسف فينا ناخذها شوي؟ خلينا نشتغل. خلينا نشتغل. انا علميني. يلا هاتي لشوف. بعملها هيك. خلي هيك. هات شوي. هات شوي. هات. قوم. يا الله. مستحيل اعرف اعمله. لحظه بدك تعمليها هيك؟ ايوه. اوكي. صح؟ صح. هيك؟ على اليمين. هيك هيك. هون؟ ما بيزبط. خلينا نروح هيك شوي، يعني أنا آسفة. خلينا نروح لهون عند الشاعر. مرحبا. يعني سمعنا من شوي الشعر الغير شكل. يلا بدنا نكمل. يلا. قصائد حلوة. الله يخليكي. عم خلينا هيك يعني شوي حكينا عن المضافة لبين ما يجهز الشاعر. خلينا نحكي أكثر. المضافة يعني بكل بيت موجودة، ومع يمكن مع التكنولوجيا ومع أنه تقدمنا نحن بكل شيء ما زالت موجودة. موجودة. وكرم الضيافة موجود، والقهوة العربية موجودة بأي مكان وبأي زمان. هذا تراثنا ما متخلى عنه. المضاف مضافتنا مفتوحة للغريب وللقريب وللضيف ولأي شخص. وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يلا تفضل. في فترة من الفترات من قديم طبعا ما كانش حتى في مطاعم بحوران. المضافة وين؟ أي مضافة يفوت الإنسان الجعان المسافر من بلد لبلد. نعم. ضيف مسير يقعد يشرب قهوة، يقومون المعازيب بواجبه، يتغدى ويتقلط الله. نعم. الله يحميكم. هيك ما تعرف تقولي لنا شيء أغنية تغني لنا شيء أو شيء شغلة حوراني؟ شو بدأ؟ ما بعرف. ما تعرفي؟ ما بيجي على بالي. ما بيجي على بالك. شفناكي هيك عم ترقصي وتحيي الناس. شكرا لك. أنا شغلة قد اليوم هيك عن جد يعني انا حابه انقل لكم شعوري. مبسوطه اليوم بهاللمه وبهالناس الحلوه يلي رجعت. فرحه النصر. اي والله الحمد لله. الله هيك رجع لنا هالبلاد بخير وسلام. امين. ما احلى من لندن والمحبه بين العالم. ما احلى من المحبه. شو بتوجهي رساله لكل ام سوريه عم تشوفك من درعا الى كل الكون؟ انها تكون واعيه وتدير بالها على اولادها، تمشي طريق الصح. طريق الصح ما في احلى منه. اكيد. يلا صرنا جاهزين. يلا. عن شو اسم القصيده؟ حكايه الشلال. هاي الشلال يلي ورانا. عن الشلال اللي يلا. ورانا. نعم. بقول عاكتف هالوادي. عاكتف هالوادي حكايه عمر، حكايه اصاله ومجد، عمرها عمر الدهر. وشلال يحكي حكايه امل، حكايات من لحن الزمن.
حكايات من لحن الزمن. ينحت من ينحت من ضفاف النهر. ما كلن زنودو ما كلن زنودو وزنود هالفلاح وخدود السمر. يا جبهة الفلاح نادي على الشلال، احكي له حكاية عمر، عمر السنابل، عمر البيادر، عمر المناجل وزنود السمر. وفرسان بتعدي حكاية عصايل، حكاية جرف عالي، حكاية الصخر. من هاك الزمان من مطلع التاريخ أسفار مكتوبة، عجبين عالي يا طير هالوادي، يا طير هالوادي احكي لي حكاية وطن. نعم. حكاية أجدادي، حكاية شهيد العز، حكاية أرضنا السمرة، حكاية الليمون والرمان وسهولنا الخضرة، عرس وصبايا وحدة بليلة القمرة. حكاية الليمون والرمان وسهولنا الخضرة، عرس وصبايا وحدة بليلة القمرة. والجار يعزم على جاره، والجار يعزم على جاره، ومحماسة البن ومهباش يعزم على السهرة. والجار يعزم على جاره، ومحماسة البن ومهباش يعزم على السهرة. والعز دايم والوطن على جبينه، من نغمة الشلال يكتب سفر أجيال، من نغمة الشلال يكتب سفر أجيال. ومرت حكايات عطول الزمن، وشلال يحكي للوطن ويقول دايم يا وطن، دايم يا وطن، دايم يا وطن. وشكرا كثير لك. بس قبل ما اختم من شو بدك تقولي لي؟ يلا عن نعم. هذا اصله من القمر، من نقصله نقيم هالسنبله منه. نقيم هذا القش اساسه من القمر، سنبله القمر، نقيم السنبله منه. في عيدان خلينا نشوف العيدان. هاي بنلونها مشان نقشاتها مثل هاي. ايه مشان النقشات. ايه هذا اساس وقمر، هذا من الصبغه، هذا من الصبغه. اشتغلي لنا شوي فيها. يلا يلا هاتي يا رقية، هاتي هاي اسمها مخلي نقدح بيه القش. هذا قبل كله كان هيك شغلنا، ما كان لا بلاستيك ولا كان ولا شيء. في شيء. طيب الجيل الجديد يمكن بتحسي ما له خلق انه يشتغل هيك شيء، دار على البلاستيك. كيف بتعلمي اولادك واحفادك وبتخليهم انه يحافظوا على هي المهنه؟ لكن شو لنا غير، ما لنا غير هالشغله، يعني هاي شغله ابانا واجدادنا وامهاتنا علمنا هالشيء، ما بنقدر نتخلى عنه، هذا بدمنا عايش. نعم. احنا ايه الصبية كل متعلمات بعلمها كل شيء. نعم. مشان ما تموت الشغلة يعني. الله يقويكم وشكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم. هلا أنا رح أروح لعند، شكرا شكرا. هلا رح أروح لعند زينب وكل فريق العمل يلي صاروا هون. يا سلام، صاروا جاهزين، قعدتوا بلاي، بلشتوا بلاكي وجهزنا القعده مشان طبعا نختم حلقتنا. يعطيك العافيه مع الاكله التراثيه. شكرا كثير. اهلا وسهلا. وين الكاميرا؟ شكرا كثير ويعطيك الف عافيه. شو حضرتي اليوم؟ والله فطاير بسبانخ ولحمه وبندوره وبصل وكشكو بندوره. الله يعطيك العافيه. مبسوطين؟ انتوا مبسوطين؟ اكيد. لكن لهون منكون وصلنا لختام صباحنا. بعطيك المايك. بدنا نتشكر اكيد كل، شكرا كثير لكم. بدنا نتشكر كل الناس يلي رافقونا، اهالي درعا اكيد شكرا كثير. بدنا نتشكر زينب مرح المنقدات، مراسله الاخباريه السوريه يلي كمان اكيد مرح. وين مرح يلي اكيد اليوم شاركتنا بهيدي الحلقه المميزه؟ مرح ليكا، مرح اكيد يعطيكي العافيه بالتغطيات الدائمه بتعمليها. شكرا لكل فريق العمل، شكرا لجهودكم، وشكرا للاعداد رامي. رامي قاعد جوعان. سلمى يلا زينب كثير شكرا لك، انبسطنا اليوم بهي الحلقه. انبسطنا بدرعا. شكرا مرح انك ساعدتينا بكل التفاصيل بهي الحلقه المميزه. واكيد رامي وسلمى هن يعني دائما مفاتيح الحلقات الجميله بالمحافظات وكمان بالشام. بدنا نقول لكل مشاهدينا ان شاء الله
تكون حلقتنا لليوم عجبتكم. نحن رح ننهي مع هالاكلات التراثيه ومنشكر كل اللي كانوا معنا من جروب العمل، وباي باي باي.